صحن أم البنين، وهو صحن أنشأ بخلف صحن المولى الفضل العباس عليه السلام السرداب، حيث تم تخصيصه لزائرات الكريمات للاستراحة وصلاة الجماعة والزيارة. حسب توجيهات سماحة السيد المتولي الشرعي دام عز السيد أحمد الصافي، الحمد لله تم توجيه لجنة لتهيئة السرداب والصحن العلوي في الزيارة الأربعينية، والحمد لله تم تهيئة المبردات والتبريد والإنارة والصوتيات، وتم تزويده بالمفارز الطبية الخاصة للزينبيات، وهناك كادر متخصص للأخوات الزينبيات داخل السرداب. استراحة قريبة من الحرم المقدس لها أهمية عالية، والحمد لله المكان مفتوح 24 ساعة يومية، ونحن ندعو جميع الزائرات الكريمات التوجه إلى هذا الصحن الكريم لكونه مهيئ للاستراحة والزيارة والصلاة. إضافة إلى الصحن العلوي، فتم تهيئة طرق فيه للوصول إلى الحرم المقدس، إضافة إلى وجود مفارز طبية، أماكن لتوزيع الطعام من قبل القسم المضيف.